لاول مره تشوف الفيديو وعزيز عليه تربيه الطيور، انزل تحت واشترك عندنا في القناه مرحبا بك، ومرحبا باي سؤال غادي تقدمه، واللي كان مشترك في القناه لايك كومنت. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في نهار جديد وفي فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وتكونوا لا تضربوا في صحة جيدة. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي احنا كنا غادي في سلسلة، يعني مرحلة الغياب تجهيز الى وضع البيض، يعني باقي في سلسلة ديال التجهيز. يعني غادي ندير لكم خفيف ظريف، غادي نبقى ندير فيديوهات قصار، يعني يكون داكشي خفيف ظريف، يعني معلومة سريعة. هادشي اللي كاين الاخوان، لان بزاف ديال الناس اللي تيتفرجوا في الفيديوهات ديالي واخا قلال، لكن ما تيكملوش الفيديو ديال الاخر، ما عرفت علاش. المهم اليوم مبروك على المغاربة والعرب كاملين، ان المغرب شرفنا والمنتخب المغربي يعني يقدموا هذه المباراة في المستوى. مبروك علينا كمغاربة، ومبروك على جميع العرب اللي تيشجعونا. نرجعوا للموضوع ديالنا اللي هو التجهيز. كما قدمنا في الفيديو السابق، المواد او الحبوب التي يمكن تقديمها للإناث والذكور، اليوم غادي نزيد لهم معلومة اخرى يعني خفيفة ظريفة، اللي هي الإضاءة الاصطناعية لها دور كبير في الانتاج، وغادي تتلعب واحد 90% ديال الانتاج. علاش 10% غادي نخليوه للحبوب؟ لان الاضاءه الاصطناعيه تتوجد الطيور اكثر من الحبوب. تقول لي كيفاش؟ يعني الفتره ديال النهار في فصل الشتاء تيكون قصير والليل تيكون طويل، يعني الطير ما غاديش يفيق حتى واحد الوقت متاخر، وغادي ينعس بكري، غينعس بكري وغيفيق في وقت متاخر. يعني هذيك الماكلات اللي تياكل تتكون بحالة قليلة في التجهيز. ولكن إلى شعلتي ليه نطد ودرتي ليه إضاءة اصطناعية، يعني باقي تياكل واحد ساعتين زايدة، يعني غادي يستافد، وهاديك الحبوب غادي دير خدمتها، وما غاديش يجي الجوع في الليل. يعني داكشي اللي خزنوه في الحويصلة ديالو غادي يزيد عليه باقي هاديك ساعتين، يعني غادي يمشي مزيان. وثانيا هي الحراره، يعني البلاصه فين دايرهم تكون فيه الحراره معتدله، ما يكونش الحال بارد وتبغي تخدم. كان عندك الحال سخون راه غادي تخدم بكري، ما كانش عندك الحال سخون ما غاديش تخدم بكري. ولكن الا درتي هذه الطريقه هذه، يعني الغرفه فين دايرهم نتايا راه غادي تسخن، الا درتي لهم اضاءه اصطناعيه راه غادي تخدم واخا الحال سخون واخا الحال بارد. إذا كان الحال بارد غيكون المشكل عندك على الفريخات، يعني خصك تخدم انت على الحرارة ولا الإضاءة. هذا هو اللي كان في هذا الفيديو هذا، إن شاء الله أنني نكون قدمت لكم واحد المعلومة خفيفة ظريفة.